رغم المشاكل الزوجية وخروجك من منزل الزوجية وزوجك يبي رجعك حق البيت غصب، القانون يمنع إجبار الزوجة على العودة إلى بيت الزوجية حتى لو صدر عليها حكم بذلك، ولكن تسقط نفختك عن الزوج إذا أثبت الزوج أن أنت تركتي منزل الزوجية بدون سبب. إذا أثبتت الزوجة أن خروجها كان بسبب خطر أو ضرر يهددها في بيت الزوجية، فإن الزوج يلتزم بدفع نفقتها، وذلك بناء على القانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري.